التقنيات التراثية. نتابع. الله يصبحكم الخير مشاهدينا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح من قرية سيريز جنوب محافظة جنين الجميلة بخضرارها وطيبة ناسها. كثير منا مشاهدينا ما بيعرف طريقة طحن القهوة بالحرف التقليدية القديمة، وخصوصا بعد التطور التكنولوجي وظهور طواحين القهوة الكهربائية. لهيك اليوم حابين نتعرف على واحدة من الصناعات الأثرية التاريخية المتوارثة، وهي المهباش، والتي لم يتبقى سوى القليل الذي يمتهنها، كالشاب سامي عواد الذي يبدع في صناعتها بالنكوش العربي الأصيلة ذات الجماليات الشرقية لتعكس قصص وذكريات لا تنسى أبدا. تفاصيل كثيرة حول هذه المهنة، ابقوا معنا في المتابعة. بلشت في الموضوع كهواية، بعد فترة حسيت إنه لازم يعني يكون ناتج من هاي الهواية. يعني عملت في البداية بلشت بهواية، وحاليا الحمد لله رب العالمين بنتج، اللي هو أهم إشي عندي طبعا المهباش، اللي في عندي كمان شغلات ثانية اللي هو المحراث، اللي هو الفوانيس، اللي هو في أشياء مزاهر، شغلات كثير خشبية، والحمد لله رب العالمين هسا في يعني عندي إقبال عليها والناس بطلبوها كثير، وفي عندي شغلات مميزة بعملها على الطلب، في عندي إشي تجاري وإشي طبعا مميز بكون لناس معينة بيطلبوا مثلا أشكال معينة أنا بجهز لهم إياها. بشتغل أول إشي، أنا كنت أسوي هذا المهباش على إيدي بدون ماكينة، كنت أتغلب فيه كثير. هسا حاليا جبت الماكينة هاي قبل فترة، يعني تقريبا 5-6 سنين أو أكثر، وبسوي المهباش مرحلة أولى طبعا عملية بس تدوير، بلفها على الماكينة وباقي الأشياء بسويها شغل يدوي، يعني منكمل من جو في المهباش يدوي، من رسم عليه دلل، من رسم عليه مثلا سيوف، من نكتب عليه عبارات مثلا ديوان فلان، بنكتب عليه أهلا وسهلا، أشياء زي هيك. بجيب الخشب طبعا، في الخشب انواع، في اللي هو خشب صنوبر، في خشب زيتون، في خشب بطن، في خشب ابوكادو، حسب القطعه اللي بنشتغلها. يعني ممكن واحد بده مهباش سعره عادي بنعمل له اياه من صنوبر، بده شيء واحد شيء مميز بنعمل له من زيتون، ممكن من بطن، يعني ممكن المهباش البطن يوصل 1000 شيكل، ممكن مهباش الزيتون يوصل 1200 شيكل، الصنوبر يعني ممكن حقه 300-400 شيكل، لانه خشب يعني متوفر وطبيعي شوي. طبعا خلصنا من مرحلة الحفر وبيطلع معنا النتيجة هاي، بعد ما نزينه ونعتكه طبعا بفوت عدة مراحل تا نصل للمرحلة هاي، بفوت تقريبا 5 مراحل أو أكثر تا أطلع بنتيجة زي هاي النتيجة. طبعا هذا الشكل من 10 أشكال، طبعا هذا بكون فيه يعني 80% شغل يدوي حفر، نرسم عليه رسمات زي هيك زي دلة. Thank you.
حقيقة طبعا بعد ما أنا شفت إنه هاي الهواية إلها علاقة في تراثنا وفي أجدادنا، وحاولت قدر الإمكان إني أحافظ عليها، مش بس تجارة، مش بس للبيع، بدنا يعني نحاول إنه الجيل القادم إنه يكون الجيل القادم إنه يكون يحاول يحافظ على هذا الإشي.